خلينا النهارده نسافر مع بعض الى ارض بعيده مليئه بالالوان والروائح الشرقيه والغربيه المميزه، نحكي فيها كل شيء عن عطر القناص من ارض الزعفران اللي انا فعلا باطلق عليه ان ده يعتبر افضل عطر بلو يصلح الشباب بسعر مناسب جدا، ده غير ان هو يعتبر افضل بديل لعطر فيرزاتشي دريم بلو. تعالوا بينا نشوف ايه حكايه عطرنا النهارده. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته، فيديو جديد مع محمود النجدي. النهارده هنتكلم عن عطر القناص من ارض الزعفران. العطر ده يعتبر اروماتيك فوجير يصلح للرجال، عطر فعلا جميل جدا، لما استخدمته فتره طويله حسيت ان هو فعلا من العطور المميزه اللي سعرها مناسب جدا وينفع يستخدم للفئه الشبابيه اللي احنا دلوقتي يعتبر فاضل ايام والشباب بتوع الثانويه العامه ان شاء الله يخلصوا، فالعطر ده هيعجبهم جدا وان شاء الله هيشوفوا معانا في القناه عطور جدا شبابيه تنفع لهم. تعالوا بينا نشوف العطر من جوه ونتكلم عنه ونشوف ايه ريحته ونتات بتاعته. اول حاجه شكل العلبه من بره، هي علبه بسيطه كده من الكرتون بس شكلها حلو، يعتبر كده لون ازرق مطفي ومكتوب عليها كلمه القناص باللون الذهبي، والفريم برضو فيه هنا العلامه المائيه اللي هي بيبقوا يعني بتدللنا ان ده العطر الاصلي من ارض الزعفران، دي العلامه المائيه. تعالوا بينا نشوف علبه العطر من جوه، وبرضه كده عشان يكتمل الجمال علبة العطر كده يعتبر شكلها انيق جدا، مزيج ما بين اللون الازرق والذهبي مكتوب عليها برضه القناص. اه ممكن تكون مش افضل حاجه ولكن العطر اللي جوه فعلا جميل ومميز. العطر ده الكاب بتاعه قوي جدا، غير الريحه بتاعته هتكون فعلا اكثر مميزه. تعالوا بينا نشم العطر مع بعض. طبعا شايفين البخاخ يعتبر برضه بخاخ مناسب للفئه السعريه دي، لان طبعا في بخاخات بتحس ان هو الانتشار بتاعه بيكون اوسع وبيبقى الطريقه كده متدرجه، انما ده كده بيبخ العطر كده حاجه بسيطه بحاجه بسيطه يعني، بس برضه يعتبر مش وحش. طبعا الريحه جميله جدا، وطبعا اللون الازرق ده بيعكس او بيديك انطباع ان العطر ده عطر بلو، والعطور البلو دي اللي هي تنفع للاستخدام طول فصول السنه. طبعا مقدمه العطر دي باين فيها جدا البرجموت والكلابيا والجريب فلوت واوراق التين. قلب العطر فيه الامبروكسان والباتشولي، طبعا دول مشهورين جدا ان هم موجودين في عطور عالميه زي سوفاج وبلودي شانيل، وبرضه موجود فيها الفلفل الاسود ده اللي بيقوي او بيعزز القلب بتاع العطر ده وبيخليه ممكن يكون انتشاره الى حد ما كبير شويه. وفي كمان اوراق البنفسجي اللي هو الايرس اللي انتوا عارفين انا بحبه قد ايه، واوراق البردي. قاعده العطر ده فيها البخور والمسك وحبوب التونكا والزعفران. طبعا لو بصيتوا كده هتلاقوا ان في كتير جدا تشابه ما بين نوتات هذا العطر وعطر فيرزاتشي دريم بلو، يعني هو مشترك معاه في مقدمه العطر في الجريب فروت واوراق التين، وفي قلب العطر في الباتشولي واوراق البنفسج، وفي قاعده العطر في المسك وحبوب التونكا. فطبعا عشان كده العطر ده يشابه جدا عطر فيرزاتشي دريم بلو. طيب هنشوف ثمن العطر ده تقريبا 750 جنيه يعني 25 دولار. ثمن عطر فيرزاتشي دريم بلو تقريبا يعني بيختلف من بلد لبلد 140 دولار. طبعا شايفين الفرق كبير قد ايه، فعشان كده فعلا العطر ده يستحق كل مليم بيدفع فيه. تحس انك شامم عطرين مع بعض، عطر سوفاج نسخه الاي دي تي وعطر بلودي شانيل. طبعا هو فيه لمسه حمضيه مائيه مع سموك، طبعا مختلف شويه عن مقدمه عطر سوفاج نسخه الاي دي تي وعطر بلودي شانيل، ولكن هو اقرب ليهم، تحس انك انت فعلا شامم نفس العطور اللي هي البلودي او جوده العطور دي. طبعا ممكن يكون هو فيه نوته صناعيه شويه، وبرده العطور دي فيها نوته صناعيه، ولكن فعلا هو بالنسبه لسعره يعتبر فعلا عطر خرافي جدا وفعلا يستحق انك انت تجيبه. عطر صيفي جميل جدا يصلح للخروجات والمصيف وايام العمل صباحا، وطبعا هيكون جميل جدا للناس اللي هي تعبت جدا في الثانويه وايام المشقه والتعب دي، بعد ما يخلص ان شاء الله ويروح الاجازه او يروح مصيف لما يستخدم العطر ده فعلا هيحس ان هو جميل جدا وسعره جميل وفي المتناول. اول حاجه في العطر طبعا ان فوحان العطر تقريبا من ساعه ساعه ونص، طبعا ده طبيعي في العطور الصيفيه، ولكن في عطور ممكن تقعد فتره اطول من كده، وثبات العطر ده بالكثير قوي 4 ساعات. حجم العطر 100 مللي، وزي ما قلنا ثمن العطر ده 25 دولار. انا كده خلصت كل كلام على العطر الجميل ده، وان شاء الله هجيب لكم الفتره الجايه مجموعات مميزه جدا من العطور الشبابيه اللي بسعر مناسب جدا. اتمنى الناس تعمل لايك على الفيديو ده وتشترك في القناه، وقبل ما نختم نصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، اللهم صل على محمد وانزله المقعد المقرب منك يوم القيامه، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.